أغنية شعبية روسية شهيرة يظنها الكثيرون من الفولكلور، لكنها صدرت في إطار البروباغاندا الموسيقية للاتحاد السوفيتي. وضع كلماتها الشاعر ميخائيل إيزاغوفسكي ولحنها مات في بلانتر. عنوان الأغنية كاتيوشا، تصغير للاسم إيكاتارينا وتنادى به صاحبته تحببا. أما قصتها فتقول: كاتيوشا شابة قروية روسية التحق حبيبها مجندا بالجيش، غادر البلاد وخلف حبيبته مثل الكثير من الرجال السوفيت الذين تركوا زوجاتهم وحبيباتهم للمشاركة في المعارك الدائرة خلال الحرب العالمية الثانية. في انتظاره تقف كاتيوشا على حافة الوادي، تتطلع إلى السهول الممتدة أمامها وتغني للحب والبطولة والفخر بالوطن. عام 1938 أدت فالنتينا باتشيفا الأغنية لأول مرة وحققت صدى طيبا، لكن صيتها ذاع بشكل خاص حين غنتها طالبات مدرسة بموسكو في تحية الجنود المغادرين نحو جبهات القتال على الحدود للتصدي للقوات النازية. كان أثر الأغنية كبيرا، فقد باتت ملايين النساء مثل كاتيوشا بسقوط ملايين الرجال السوفيت خلال عملية بربروسا التي شنتها ألمانيا ضد الاتحاد السوفيتي في عام 1941. وبلغت شهرتها حد إطلاق جنود الجيش الأحمر الاسم ذاته على راجمة الصواريخ BM-13 التي لعبت دورا حاسما في انتصار الاتحاد السوفيتي في الحرب العالمية الثانية. أصبحت كاتيوشا بمنزلة نداء للقتال، وهي اليوم من أشهر الأغاني المرتبطة بالمعارك والحروب في العالم. На высокий